السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا عام على الوقع الحي الذي نغطي فيه ذكرى استشهاد شهداء جمعة الكرامة. ومعنا في هذا اليوم ضيفنا الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية. سنركز في هذا اليوم حول قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة الذي أثار كثير من الاستفسارات وكثير من الجدل في الساحة الوطنية، سواء المنضمين في ساحة الثورة أو ما الذين هم في صف النظام علي صالح. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك في قناة يمن شباب، وسنناقش معك اليوم قانون عدالة انتقالية، قانون أثار الكثير من الجدل واللغط في الوسط القانوني وكذلك على مستوى المشهد اليمني إجمالا. دكتور محمد، لماذا هذا القانون في هذا التوقيت بالذات؟ أحييك وأحيي زملائك في هذه القناة، وهي قناة من خلال تسميتها تهتم بالشباب، ويعني أنها تهتم في المستقبل. وقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هو أيضا مكرس من أجل أن يأتي مستقبل آمن. والواقع يعني كان هناك رأي، وأنا كنت مع هذا الرأي، وكان أيضا شركاءنا الدوليين كنا نرى معا بأن نحن أمام فترة جديدة ومرحلة جديدة يجب أن يتحقق فيها التسامح والعفو والعدل في نفس الوقت. وبالتالي كان الرأي بأن يصدر قانون واحد يشمل الجانبين، يشمل العدل وأن يكون العفو ضمن هذا العدل، ولكن سارت الأمور باتجاه آخر وصدر قانون العفو بدون قانون العدل. فنحن الآن نكمل الشق الآخر من مهمة الإعداد للمستقبل. هل هو تكملة أم كما يقول البعض هو طوق نجاة آخر يرمى لعلي صالح ونظامه تقوم به في حكومة الوفاق الوطني؟ أعطيته قانون الحصانة، ضمنتم له عدم الملاحقة والحماية الكاملة، وقد قام بقتل العديد من المواطنين اليمنيين، والآن تقومون أيضا بإسقاط ما تبقى من حقوق الضحايا خلال فترة حكم علي صالح من خلال هذا القانون. طبيعة الحال يعني القانون الحصانة هو صدر بموجب التزام القوى السياسية وقبل أن تشكل الحكومة، هو التزام بموجب المبادرة الخليجية، وأتت آلية تنفيذ العملية الانتقالية لتتجاوز الثغرة التي أوجدها مثل هذا النص، وهي ثغرة الإفلات من العقاب. وبالتالي قانون العدالة الانتقالية هو يتلافى هذه الثغرة وليس العكس، وهو مخصص للعدل، أي لإنصاف الضحايا عبر جبر الضرر. والضحايا ليس بالضرورة فقط من لحق بهم ضرر شخصي، وإنما أيضا المجتمع لحقت به أضرار، وهناك مناطق لحقت بها أضرار. ومن ثم هذا القانون أتى لينصف الضحايا وليس له علاقة بالعفو. أما العفو فقد صدر بموجب قانون آخر، والقانون كما تعلمون قد أقر من مجلس النواب. طيب، الآن قانون الحصانة، عفوا قانون العدالة الانتقالية، من ضمن بنوده تشكيل هيئة. هذه الهيئة لا توجد لها أي صلاحيات قضائية وفق نص القانون. نعم، المسودة القانون نصت صراحة بأن هذه هي هيئة غير قضائية. وفي العدالة الانتقالية بالأساس وجدت لمعالجة المشكلات التي ترتبت على الصراع السياسي وترتبت على الحكم الشمولي في بلدان متعددة، وهذه الصراعات التي أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وهدفها والهدف الرئيس من العدالة الانتقالية هو منع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
ومن ثم هذه في هناك بعض البلدان حيثما وجدت عدالة جنائية هذه الهيئات أيضا لم تكن هيئات قضائية، وإنما هي أحالت الوقائع ذات الطابع الجنائي إلى القضاء، ولكن مهمتها تتعلق بجبر ضرر الضحايا والمجتمع، تتعلق بالإصلاح المؤسسي الذي يمنع تكرار هذه الانتهاكات. طيب في هذه النقطة عفوا دكتور، في هذه النقطة ما يتعلق الآن بإحالة الملفات ذات الطابع الجنائي، الآن هناك قانون حصانة، تمام، ماذا ستحيل ومن المحالين وهم لديهم حصانة بعدم ملاحقتهم لا قضائيا ولا جنائيا؟ نعم، القانون الحصانة حدد الحالات التي لا يجوز فيها الملاحقة الجنائية، وهي حالة أداء الأشخاص لوظائفهم، وبالتالي أثناء هذا الأداء جرى ارتكاب مخالفات للقانون أو جرائم ضد حقوق الإنسان. ومن ثم ما عدا ذلك فكل الأعمال التي تمت وجرى فيها انتهاك حقوق الإنسان، وهو أمر ربما لا ينطبق على كل الانتهاكات، ربما هناك جزء من الانتهاكات سيصير من مارسها معفيا من الملاحقة الجنائية، ولكن أيضا العفو من الملاحقة الجنائية فقط، حتى من مارسوا الانتهاكات بسبب أدائهم لمهامهم أو بمناسبتها وأثناء أداء هذه المهام ولدوافع سياسية كما اشترط القانون، حتى هؤلاء جرى العفو عنهم فيما يتعلق بالملاحقة الجنائية فقط. أريد أن أشير هنا إلى أمر، أن هناك قانون قد صدر وضمن الحصانة لشخص علي عبد الله صالح، وضمن العفو لمن عملوا خلال فترة حكمه. يعني فقط عفوا في القانون فقط شخص علي عبد الله صالح الحصانة الذي نعم شخص علي عبد الله صالح فقط، يعني المشروع الأول أو المشاريع السابقة كان فيها نوع من الاضطراب، لكن آخر مشروع الحصانة اقتصرت على شخص علي عبد الله صالح، وما عداه فأولئك معفيين فقط من الملاحقة الجنائية ومن الأعمال وأيضا المتعلقة بأعمال مارسوها أثناء أدائهم لوظائفهم، وليس أعمال خارج أداء هذه الوظائف ولدوافع سياسية، وأيضا ليس دوافع جنائية أو شخصية. طيب ما هي الأحداث عفوا في 2011؟ كل الأحداث كانت لدوافع سياسية، يعني الآن التقرير اللي قدمته الأستاذة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان أن هناك أكثر من 2000 شهيد، منهم أطفال منهم نساء، يعني تجاوز العدد 10,000 بالنسبة للجرحى والمعاقين، أرقام فقط في 2011، فما بالك بحكم 33 سنة ونحن نعرف المجازر اللي ارتكبها علي عبد الله صالح وكلها لدوافع سياسية، في 78 في 94 يعني خلال الحرب بل في صعدة، كلها جرائم ذات طابع سياسي بطبيعة الحال. يعني هناك وجهة نظر قد لا تتفق معنا، ولكن نحن نقول بأنه ما نعتقده صوابا هو أن نحقق أهداف الثورة وأن نحقق أهداف الشباب بأقل الخسائر، وأن بدون أن تدفع اليمن ثمن باهظ مثل وحدتها وسلامة أراضيها ودون المزيد من سفك الدماء، وبالتالي من أجل السلام وفي سبيل السلم الاجتماعي كان ذلك القانون هو قانون العفو ثمنا لهذا الأمر، ونحن الآن أمام أيضا محك، لأنه من حصلوا على العفو ربما هم أيضا الآن غير راغبين بأن يأتي قانون آخر ليحقق العدل، وهنا ستكون إشكالية أخرى. أما إذا تمكننا فعلا من أن نتجاوز فترة الانتقام ومرحلة الانتقام وشعور الانتقام، إذا استطعنا أن نتجاوزه نكون بذلك قد تجاوزنا ذلك العهد البائس الذي نحن الآن نعمل من أجل الخروج منه. معنى كلامك أن القانون الآن سيحفظ للضحايا وللشهداء وأهليهم وذويهم حقوقهم، هذا ما فهمته من كلامك؟ يعني قانون عدالة انتقالية. نعم للتوضيح، يعني ما عدا الحالة التي نص عليها القانون
وهو العفو من الملاحقة الجنائية وعلى الأفعال التي ارتكبها الأشخاص خلال فترة الحكم الماضي بمناسبة أداء مهامهم أو أثناء أدائهم لمهامهم. ما عدا ذلك فتلك أعمال جنائية لم يسقطها لا قانون الحصانة ولن يسقطها قانون العدالة الانتقالية. فيما يتعلق بقانون العدالة الانتقالية هو لم يتعرض للعدالة الجنائية بسبب وجود قانون أولا، وثانيا لا يجوز تطبيق أو العفو بصورة تمييزية. هناك يعني من تحصن من الملاحقة الجنائية هم من عملوا مع علي عبد الله صالح، وبالتالي يجب أن يكون هذا العفو شاملا لكل الأطراف التي خاضت صراعات خلال هذه الفترة، ولا يجب أن يكون تمييزي. والتمييز في مثل هذه الحالة هو يجعل تحقيق السلام غير ممكن. الأمر الآخر، أنا أعتقد بأنه من منحوا العفو عليهم أن يدركوا أن هذا العفو ثمنه السلام. فإذا وقفوا أمام العملية السياسية وأعقوا العملية السياسية أو قاموا بإعاقة تحقيق العدل من خلال قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فأن هذا المكسب الذي حصلوا عليه، وهو مكسب أنا أقول لم يعطوا لهم كهدية وإنما لليمن من أجل السلام، يعني سنفقده جميعا ونعيد اليمن إلى المربع الأول، وهو مربع الخطر من الانهيار وخطر الانزلاق إلى الفوضى وإلى الحروب. فيما يتعلق في إطار ما شمله القانون، هذه مسودة أولى ومطروحة للمناقشة، ونحن نتقبل الملاحظات ونتلقاها، وسنعمل عندما نعمل صياغة نهائية أيضا سنقدمه إلى مجلس الوزراء ومختلف الأطراف بإمكانها أيضا أن تطرح آراءها أثناء مناقشته في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب. طيب، هو طبعا واضح من خلال مقدمة القانون أنه تم العودة لمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ودستور الجمهورية اليمنية، واضح أنه هو أساسا منسجم في هذا السياق طبيعي. لكن لو أردنا الآن توضيح بسيط للمشاهدين، نحن الآن في ذكرى استشهاد يعني زملائنا وإخواننا الذين كانوا في الساحات من الثوة من الشباب الثائرين، كيف ممكن احنا نتعاطى الآن مع قانون العدالة الانتقالية وفق يعني وفق بنوده وفق أهدافه وغاياته فيما حصل يوم مجزرة جمعة الكرامة؟ يعني على سبيل المثال من خلال متابعتنا للمحاضر التحقيقات كانت أغلب الشهادات والإفادات تتجه تجاه محافظ محافظة المحويت أحمد الأحول البيضاني أنه هو كان المدبر الرئيسي وغيره. الآن كيف سيتم التعامل مع هذه القضية وفق قانون العدالة الانتقالية؟ هناك كما قلت قانون العدالة الانتقالية لن يعود إلى ما قد جرى تنظيمه بقانون آخر وهو قانون الحصانة. يعني هؤلاء مشمولين بالحصانة؟ لا، اسمح لي، يعني الأمر ليس بهذا الإطلاق. يجب تطبيق